ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، وذكر الزوجة والدابة والبيت. يقول: ما المقصود بهذا الحديث؟ مقصود أن الله يخلق بعض الذوات شريرة، جعلها شريرة مخلوقة كذا، ابتعد عنها، إذا جربتها ابتعد عنها. الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق الذوات الطيبة ويخلق الذوات غير الطيبة، حكمة منه سبحانه، ابتلاء وامتحان. نعم.